في فيلم عرض في هوليوود اسمه الجميلة والوحش. فيلم غريب وعجيب، فيلم من الرومانس أو من الأكشن، هكذا تسري حياتنا على مسارات متأرجحة غامضة متعددة فارقة. وأنا أرى لغتي تترك الآخر المشاهد في حيز من التساؤل، أو أنهم أصيبوا بالخرسي والبكم أو الإخصاء أو التطنيش، أو نقتدوا بأمهم النعامة، أولاد النعامة ماذا يفعلون؟ يدفنون رأسهم بالتراب، يقولوا لم أرى أحدا. وأنا أشعر أن كل فيديوهات اللي عملتها الآخر يراها بهذه الطريقة، هم أولاد النعامة، رأسها صغير وعقلها صغير، جسمها كبير. نقول لهم قد نبحت الكلاب وجف النواه، ولم نسمع الأصوات، ولم نسمع الاعتراف ولا الشكر على الإطلاق. جرائمهم قديمة، في الماضي مجرمون وفي الحاضر مجرمون، وفي الذاكرة الإنسانية على مر التاريخ هم مجرمون. Thank you.